وانا يعني انا يعني انا على اتصال بيكم، بكلم كتير من الكيانات ديت وبدردش معاها وبسمع يعني زي موضوع بتاع التمكين، زي ما حضرتك كده الجمعيه اللي بتعملوها بتاعت ان انتوا تعملوا جمعيه وجمعوا فلوس وبعدين تشتغلوا وبعدين تشتغلوا كده. ف يعني انا متابع وشايف انها افكار السيده رضا يعني وكل اللي موجودين، عشان ما بس سبت حد، افكار جميله جدا جدا وبتتناسب مع ظروف المجتمع ان هم يتحركوا ويعملوا ياخدوا فدان ثم فدانين ثم ثلاثه. بس احنا لما نجد حد زي الحاجه رضا كده نخليها بقى مش فدان ولا اتنين، دي تمسك مزرعه لوحدها، مش كده ولا ايه؟ مش هم لما جابوا لك قالوا لك هناخد البطاطس، مش بطاطس برضه تقصدي؟ لما قالوا البطاطس ب 3000 جنيه مشيت لحته ثانيه وراحت خدت ربنا يا رب يوفقك. وانت طبعا ستات في مصر يعني ستات جدعات يعني، ف ان شاء الله فبهنيكم مره ثانيه وكل سنه وانتم طيبين. واحنا في 23 مزيد من الجهد، مزيد من الجهد الاهل، لان احنا الظروف صعبه. وانا بتكلم بمنتهى الصراحه، وده مش معناه ان الحكومه والدوله مش هتقوم بدورها في هذا الموضوع، لكن عايز اقول ان الظرف صعب جدا. انا شايف حتى الناس لما بتتكلم يعني مش بيخوفوا بعض، يعني كلام مش متنظم، كلام مش مترتب، وكلام حتى بتاع ناس ما تعرفش حاجه. وانا بتكلم كده بصراحه عشان ليكم انتوا مصريين يا جماعه، اسمعوا مننا، لان احنا مش احنا اصدق من غيرنا، لا، احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا. البيانات والارقام وحتى الحلول بتبقى مطروحه من الدوله، وبالتالي اي اجتهاد من الاخرين مش مكروه ومش مرفوض، بس يمكن يكون يعمل بلبله ويزعج الناس اكتر ما الظروف عامله. يعني الظروف اللي موجوده في مصر وفي العالم كله ضغط على الناس، فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا الناس اكتر، طب النتيجه ايه؟ لو انا النهارده خوفتكم يعني النتيجه ايه؟ ده لمصلحتنا؟ لا.